وقت القصف انا واحد اني اصلعت من جنديرس، منعونا على الحاجز، رجعونا، رحنا بين القرى تعذبنا، كان معنا اولاد، كان معنا اطفال، كان معنا نسوان، لفينا كثير تعذبنا لوين ما وصلنا على محل امن. يعني كيف الوضع حاليا بجنديرس؟ الوضع حاليا احسن من قبل، في يعني شويه نواقص لبين ما تثبت الامور، لبين ما الامور تركز ان شاء الله الوضع بنقول احسن. يعني بلشت العوائل ترجع؟ ايه بلشت العوائل ترجع، بس بشكل بسيط، في الغام، في يعني مخلفات، تعرف حرب، لبين ما الامور تركز. الشباب لسه اول طلع طر بياخذوهم، البنات الصبايا اول كمان طلع طر بياخذوهم البنات غصبا عنهم. ايه بيقول اذا ما حدا يعني الا اجباري وحده، يا بنت يا شاب بده يطلع معنا، اجباري بياخذوهم. ايه اجباري على اهاليه. طب انتوا ليش ما نزحتوا؟ ما نزحنا لانه بيتنا هون، غنماتنا هون. وين في ناس صاروا يحكوا لنا انه الحزب صار يمنع العالم تنزح، يمنع العالم. ايه ضلوا ما في شيء، نحن انتوا بامانتنا ما في شيء، بيجي بيعيني ما بيعطوا للعالم، بيعطوا بالمعلقتين. ايش يسوي للعيله هاي؟ ما فتحوا مؤسسات، بيجي معينة من برا، من دول برا، لأن فتحوها سووا مؤسسات بيعوها للشعب بيع، والشعب غير ما عنده، استغلوه استغلال. إن شاء الله إن شاء الله مثل ما حمس قلبي، إن شاء الله ينهمس قلبه، مثل ما هر قلبي الله ينهر قلبه، أمنا إن شاء الله، مثل ما ضيع بنتي إن شاء الله ضيع أولادهم. آمين، حسبنا الله إن شاء الله. لك والله أنا انهريت. المنطقة الآن هادئة وآمنة والحمد لله رب العالمين، ونقوم بإزالة مخلفات الميليشيات الانفصالية من ألغام وغير ذلك، وندعو لاحقا السكان المحليين العودة إلى بيوتهم وقراهم وبلداتهم بعد تطهيرها والحمد لله من تلك العصابات والميليشيات الانفصالية.